أنا سؤالي من شقين، ما هي استراتيجيات التعلم البصري اللي أنتم حاولتم تعتمدون عليها؟ لشخص واحد. المركز الأول هو فريق الإديوتك. دعم الدولة وقيادتها الرشيدة لقطاع التعليم وبضمنه الجامعات هو دعم كبير جداً، يسترعي من الجامعات وقياداتها حقيقة المسؤولية الكبيرة في تسريع وتحسين هذه العمليات من خلال استخدام التقنيات الناشئة. هذه النسخة من هاكاثون الابتكار في التعليم هي نسخة مختلفة عن النسخة الماضية، وبحلة جديدة وبتحديات جديدة وبمسارات حديثة. مثل هذه الهاكاثونات هي توجهات وطنية، من خلالها يخرج هناك منتجات قد ترى النور والنور العظيم. والله المشاعر لا توصف، وأعتقد أن الجميع فايزين والجميع أبدعوا، والشخص ينافس نفسه قبل ما ينافس الآخرين. تطوير لنفسه هو الفوز الحقيقي، وإنما المراكز ما هي إلا عبارة عن أرقام. كل شكر لعمالة الخدمات الإلكترونية على دعمها وجميع الجهات الداعمة والمساندة، كل شكر لفريق العمل أكثر من رائع، كل شكر للداعمين أهلنا أصدقائنا والجميع. لو عندك فكرة لا تخاف، قدمها، خليك واثق من نفسك. الحمد لله جدا فخورين وسعيدين بالإنجاز اللي وصلناه أنا وفريقي، فعلا كان مشروعنا جبار، والحمد لله كل هذا بفضل الله ثم بفضل التعاون مع الفريق.